السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم متابعين الكرام. اليوم عندنا إن شاء الله جولة تفقدية للبايبات الصحي. أبي أعلمكم أن البايبات الصحي إذا ما ركبتها صح راح تندم في النهاية، وهي أساسيات البيت اللي ما فيها رجعة. نمبر 1 في أساسيات البيت الصحي، خلكم معنا راح نعطيكم الملاحظات البسيطة إن شاء الله، وأرجو أنكم تتفهمون. طبعا هذه القسيمة في إحدى قسائمنا، لكن الصحي مو علينا، لكن عطينا ملاحظات وراح نوريكم الملاحظات وراح ينفذها إن شاء الله، هو متعاون ويانا، لكن نوريكم الأخطاء وشلون إذا من أولته الصحي مو زين يبين من أوله. وهني هذا الطريقة هني غلط، شوف شلون الصحي يقول أنا خلصت. مع الأسف متابعين الكرام، وين المفروض يثبت البايبات بالطريقة، يحط الشيش يمين وشيش يسار ويربطهم مع البايبات. شوف شلون كذي الطريقة هذه. متابعين الكرام، الصحي المعلم الصحي لما يجي من الأساس ويسوي البايبات خلاص شغله يكون من أول مرة، ما يحتاج ندق عليه ونقول له عندك أخطاء. شوفوا معلقة بالهواء، كان المفروض يعني مو حتى طابق، وحط طابق غلط، طابق غلط لأنه راح تعيق علينا أعمال التسليح. فكان المفروض نحط شيش على اليمين وعلى اليسار 16 ملي ويربطهم عدل، أساس الشيش ما يصير فيه تداخل مع تسليح القاعدة، ما في أي مشكلة. وهذه أيضا متابعين الكرام صراحة ما في جودة في العمل، يعني كان المفروض يعني الشاش محترمة، يعني بالعقد هذه راح توهقنا وراح تاخذ منا الشغل، حتى التسليح هنا راح يوهقنا جدا. وهناك نفسها هذه اللي قبل شوي طلعنا لكم اياها، وين الخطاطيف 6 ملي فاضي 1 2 3، هو المفروض كل متر، ما قاعد اشوف كله فاضي. لذلك متابعين الكرام ارجو انكم تحرصون على انكم تختارون معلم صحي ممتاز. الآن نحن إن شاء الله بكرة راح نصب الفرشة النظافة واستدعين الصحي عشان مرة ثانية يرجع ويربط الدنيا هذه كلها ويزيد الخطاطيف. يعني هذه المساحة من هنا للنهاية هناك ما في ولا خطاف يمسك البايب، لو يصير فيه انهيار راح يطيح واللبشة راح تكون ثابتة، فهذا شيء مرفوض. وهني متابعين الكرام مثل ما أنتم شايفين شون وين المفروض يحط الشاش على اليمين على اليسار ويربطهم. طبعا طابوق مرفوض في الأماكن هذه، فعلى طول القاعدة طايح، لازم يربط بحديد 16 ملي يمين ويسار، شاش حديد ويربطهم عدل احترافي. فمن البداية شغلة أي كلام. وهني تشوفون هذه الخطاطيف يسمونها 6 ملي، وين هني بس 1، وين كلها فاضي، كلها فاضي، القسيمة كلها فاضية. فهذه من ضمن الأخطاء اللي يعني الصحي يكون تعيس جدا فيها. هذه أيضا مثل ما أنتم شايفين يعني تربيط أي كلام، هذا حتى بكرة يسوي لنا مشكلة، يعني 6 ملي هذا صاير عقدة. فإحنا المفروض يعني يثبتها بشيشين فقط ويربطهم عدل. والآن متابعيني فهمتوا اللعبة، المعلم الصحي إذا اخترته محترف من أول مرة يسوي لك البايبات هذه راح يصير كل شيء ممتاز، ما يحتاج يرجع مرة ثانية. هذا هو الموقع مثل ما انت شايفين، أرجو أنكم استفدتم واختاروا المعلم الصحي النمرة 1 المحترف اللي ما يحتاج يرجع مرة ثانية ويسوي شغله. فلذلك إذا ما زلت مو مشترك بقناتي أو جميع التواصل الاجتماعي مالوتي، بادر بالاشتراك الآن عشان تستفيد أكثر وأكثر.